بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيان لجنة الترشيحات المنبثقة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن أعضاء هيئة الأوقاف القبطية وأعضاء المجلس الملي العام. لما كان رحيل قداسة البابا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث إلى الفردوس بعد جهاد مضني أكثر من 40 عاما توج الكنيسة فيها بلا آلة ونفيسة من الأعمال المجيدة والأباء المباركين. فقد اجتمع المجمع المقدس وأعضاء هيئة الأوقاف وأعضاء المجلس الملي العام حيث تمت الموافقة بالإجماع على اختيار نيافة الحب الجليل أنبا بخمس مطران البحيرة وتوابعها قائم مقام البطريرك، كما تم اختيار لجنة الترشيحات وفقا لنص المادة 3 من لائحة انتخاب البطريرك، وذلك لتدارس المرشحين واستقراء نبض الشارع، وذلك بعد تحديد مواعيد للصوم والصلاة وإقامة القداسات الإلهية في أرجاء الكنيسة كلها، وذلك لاختيار العناية الإلهية لمن يستحق أن يكون خليفة للبابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة، وذلك وفقا لما تقضي به التقاليد والقوانين الكنسية ولائحة انتخاب البابا. ولا شك أن المهمة لم تكن سهلة، لأن المرشحين آباء أفاضل من المطارنة والأساقفة والرهبان حسب اللائحة، وكل منهم قيمة وقامة تعتز بها الكنيسة. وبعد ساعات من العمل لأيام كثيرة في التدارس كل الصلاحيات ومراعاة للمواقع الهامة التي يحتلها المرشحون والتي لا غنى عنهم في شغلها فضلا عن عطائهم الوفير للكنيسة الذي هو محل الاعتبار، وبعد أن تدارست اللجنة ما وصل لها من الناخبين ومن آراء مكتوبة سواء باليد أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي سواء من الإكليروس أو الشعب وذلك من داخل مصر ومن خارجها، وبناء عليه انتهت اللجنة إلى أن تكون القائمة النهائية للمرشحين الآتية أسماءهم وفقا لترتيب الحروف الأبجدية طبقا لنص اللائحة: 1 القمص بخميس السورياني، 2 نيافة الأنبا تواضروس، 3 نيافة الأنبا رفائيل، 4 القمص رفائيل أفامينا، 5 القمص سرافيم السورياني. وإذ نقدم هؤلاء الآباء المرشحين للانتخابات البطريركية التي سيعلن عن مواعيدها النهائية في القريب العاجل، نطلب من الله أن يختار من بينهم من يريده أن يكون بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 118. وبهذه المناسبة تؤكد اللجنة أن اختيار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هو عمل ديني يتم وفقا للقواعد والتقاليد والأعراف الكنسية من خلال صندوق الانتخاب والذي يتوج بالقرعة الهيكلية. ولا يفوت اللجنة أن تقدم كل الشكر للآباء الموقرين أعضاء المجمع المقدس على ثقتهم التي أولوها اللجنة في القيام بالمهمة المسندة إليها لمجد اسمه القدوس ورفعة كنيسته المقدسة تحريرا في 13/10/2011 توقيع 2012 توقيع القائم مقام وجميع أعضاء لجنة الترشيحات 18. ولربنا المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. في خلال أيام قليلة هنعلن المواعيد النهائية بعيير روحية وثقافية وصحية
وخبرات ونواحي مختلفة على ضوءها. كل أعضاء اللجنة صلينا قداسات وأقمنا أصوام، وكل إنسان كان له ضمير مدقق جدا في اختيار بالاقتراع السري. قرارات هيئة الترشيح، لجنة الترشيحات حسب اللائحة، قرارات نهائية. الطعن من خلال صندوق الانتخاب والقرعة الهيكلية. يعني احنا عندنا خطوتين بعد كده، عندنا صندوق الانتخاب لو كان له حد ملاحظات على الخمسة يعبر عنه في صندوق الانتخاب. صندوق الانتخاب هيطلع ثلاثة، الثلاثة الله هيعلن رأيه من خلال القرعة الهيكلية. فاحنا عندنا مرحلتين، والمرحلتين جديرتين بأن هم يعلنوا رأي الرب ورأي ولاده. الآباء مش مستبعدين، دول آباء لهم كل تقدير وكل محبة وكل احترام، كلهم لهم مواقع هامة جدا في الكنيسة، والكنيسة لا تستطيع أن تستغنى عنهم. فكل واحد في موقعه بيبذل، هي مجرد اختيار قدرات معينة لوظيفة معينة. احنا تعاملنا مع كل الحالات فيما يتعلق في كل شيء بدقة شديدة، واستخدمنا كل الخبرات الخاصة بالانتخابات، لأن معنا أباء وإخوة لهم خبرات كبيرة جدا، وإحنا ملتزمين بما تقرره القواعد العامة والخبرات التي إحنا بنعيشها في الكنيسة. شكرا، ربنا معكم. سلام 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 سلام.